السياسة. كانت نهاية أسبوع عادية توصلت فيها الحرارة مرتفعة، ولكن الحل كان موجود. الطقس عامل فيك، السخانة عاملة فيك، لازمك الجلاس وكل الجلاس وسكت، كل الجلاس وسكت، بس برد حالتك وبرد نحن معاك. وصلت فيها الخلافات والكلاشات. ما عنده اللي بأجهزة لكل هالصلبة والليلة والشتر بالشتر. انت عليش خايف مني؟ انت عليش حاطبني في مخك وخايف مني؟ يدخل انتخابات وجيب 99.99% وبصحتك تونك عدنا نعرس فيك. انا اقول لكم الحاكم بأمره كان ينحي ودوسي المناظرة من حملة الانتخابية، فاخده يعمل انتخابية. أما هو عارف اللي جاي يكون مناظرة، ولكن الحل نجم يكون موجود، أما مش مناظرة كما قالت عبير، بل يلزمنا حوار يلزمنا حوار وطني حقيقي. منور سيناجي جلول، الفقرة هذه ماك تعرفها عاد كيفها كيف كانت نهاية أسبوع عادية اجتمع فيها من له صفة. وأود في هذا السياق أن أذكر المسؤولة أو المرأة التي عارضت جملة من الاختيارات السياسية بأن المرأة ليست مسحوقا للزينة بل صاحبة فكر نقدي متميز. وما لا صفة له؟ ما يحق لنا أن نفخر بهذه الإنجازات التي ضمنها دستور الجمهورية الجديدة، والحمد لله اليوم الدولة التونسية هي أول دولة عربية تكون المرأة متقلدة لمنصب رئيسة حكومة، وهي من المفاخر التي سيحفظها التاريخ. باش يكرموا بعضهم ويشكروا بعضهم، ولكن لا مشكل، بل هناك مشكل، قالت نيلة الزغلامي رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات. إذا كان هناك صفة سياسية أو مدنية ثم النجم كان أن نتمنوا مسألة التدخل في الشأن السياسي، ولكن وقت يولي صرنا تدخل باسم زوجة الرئيس احنا ما نعتبروش حتى الشخص تابع عليه شخص آخر، هي خرجت علينا باش تتمن لنا مسألة الحقوق التي تم تسترسها، وإحنا اللي نعرف بالباهي وهي تعرف بالباهي اللي وقع تراجع عليه حتى مكاسب دستور 2014. حاجة أخرى، احنا شجعنا تكوينا بمسألة تدخل العائلة في الشأن السياسي. كانت نهاية أسبوع عادية تنصب فيها كالعادة سوق بيع الأوهام والوعود. ما أنا مطلبكم هي رأي قناعات. نعرف ما الشاهد لهنا باش بيع الوهم. طبعا نزه سيادته من هذا من باب اختني من المشاكل، وكيف يعملوا كياس وشوية دهن وشوية نباتات وكوب جدد في حي هلال يولي فما وعد وأوفى بالوعد. قلت وعدت بحاجة لابد النفذ، يرحم ما نبيعش كل وعود أنا مش نعمل ومش نعمل. كانت نهاية أسبوع عادية بالنسبة لي، نهاية أسبوع صاخبة بالنسبة للقضاء. فجأة تقرر وزارة العدل تنزيل بلاغ، قال علي أحمد صواب. عيال توقيت نهار أحد قريب الليل غريب عجيب قصير، هذا مش غريب في باش تونس معناها إمتى تصير تونس. بلاغ غريب عجيب قصير، غريب خرج نهار أحد نهار عطلة، عجيب لأن المحتوى نتاعو غير مفهوم، قصير فيه كان ثلاثة أسرة، والأهم أنه بلاغ غريب عجيب قصير خطير. نوصلوا توا قاعدين نوخروا في الحدود نتاع الغريب والمجنون، وفضحنا وفضحتونا في اللي في تونس وفي الدول، زيدوا بحولنا زادة بعدم التنفيذ. ومسكينة تونس من اللي السنة تسيروا بها السيد الرئيس والوزارة بتاعهم، وعطوا زادة الأمصر يعني بيه السيدة الأولى عنجور ليلى بن علي. بلاغ معناه انتقال. من ضفة وزيرة العدل واللي معاها لضفة القضاة اللي ولاوا لهم معزولين ولهم مباشرين، تقريبا وضعية ارتباك. موضوعة عندهم تتبعات جزائية من قبل من نهار الخميس، يعني بعد ما خرج الحكم تاع المحكمة الإدارية، قال عفيف الجديدي. الملفات هذه اللي تقدمت اليوم تقدمت بعد ما أصدرت المحكمة الإدارية قراراتها، أي أن تقديم ملفات للنيابة العمومية تم يوم الخميس. إيه وهذا شنو معناه سي كامل بن مسعود؟ اليوم بصراحة السيدة وزيرة العدل هي أنا نقول غلطت، معناها رئيس الجمهورية غلطت، مش معناها هو ما تحملش مسؤولية لأنه كان عليه التحري، غلطته. حكاية هو خطيه والآخرين اللي غلطوا ولا يغلطوا فيه تنرجعوا لها مرة أخرى، هي ما قل لي وشنو آخر تفهم منه سي كامل بن مسعود؟ يعني وزيرة العدل سامحوني في العبارة يعني نغارة، يعني ما تقبلش بقواعد اللعبة. كانت نهاية أسبوع عادية في بلاد أصبح فيها العبث
عادي والفشل عادي بل وواضح للعموم حتى المساندي سياتو كما بدر الدين القمودي. رسالتي السيد رئيس الجمهورية في مضمونها هو تقييم الأداء الحكومة الذي اعتبره فاشلا وقاصرا. بهذا الأداء لن تتقدم تونس. تعديت نهاية أسبوع عادية وقادمين على أيام أخرى ستكون عادية لا جديدة فيها سوى عودة صديقي زهير. مرحبا زو ويرحم الوالد. الحمد لله على السلامة يا جاي من السفر وحشاني الابتسامة والشك ولا القمر.